بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل اللي هو سكشن 9.3 وهي الفروبرفز اوف لابلاس ترانسفورمز. المره اللي فاتت ذكرنا خواص لابلاس ترانسفورم وشرحنا هذه الخواص، وهي الخواص كتبتها قدامكم على اللوح بالاضافه الخاصيه الاولى هي خاصيه اللينيرتي، والخاصيه السادسه وهي خاصيه لابلاس للديفرنشيشن، تمام. وهذه ذكرتها في السكشن اللي قبله، يبقى لا داعي لاعاده كتابتها. الان بدي احاول كيف استخدم هذه الخواص، حناخذ امثله على كيفيه استخدام هذه الخواص. بيقول المثال الاول فايند لابلاس ترانسفورم لكل من الدوال التاليه، واحنا الان حناخذ بدل الداله 10 دوال والله 9 نوجد لابلاس ترانسفورم لهم، بس كل داله مختلفه عن مين؟ عن الداله الثانيه. اذا بدي اجي اخذ لابلاس ترانسفورم لمين؟ للداله اللي هي اف اوف تي. اول خاصيه اللينيرتي بتقول لي لينير لابلاس للاول زائد لابلاس للثاني زائد لابلاس للثاني مضروبه في كونستنت، يبقى كونستنت بطلعه ايه؟ برا طبقا للخاصيه الاولى. يبقى هذا بده يساوي 3 لابلاس ترانسفورم للايوس تي ناقص 2 لابلاس ترانسفورم لايوس سالب تي زائد 4 لابلاس ترانسفورم لساين 3 تي. هذه لابلاس الاف اوف تي قلنا بنعطيها الرمز كابيتال اف اوف اس، هذه تساوي 3 في الاكسبوننشال اي اوس تي لابلاس ترانسفورم 1 على اس ناقص المعامل تبعتي اللي هو قديش؟ 1 صحيح، هنا ناقص 2 وهنا 1 على اس ناقص ناقص 1 يبقى بصير قديش؟ زائد 1، وهنا زائد 4 في لابلاس لساين 3 تي قلنا هو عباره عن 3 على اس تربيع زائد مربع الثلاثة اللي هو ميم اللي هو 9. يبقى اجيب ما علي الا اخذ عوامل مشتركه واجمع بهمنيش، هذا كله شغل تحصيل حاصل شغل رابع ابتدائي. يبقى جمع زي ما بدك ما عندناش مشكله. بنيجي الان للمثال الذي يليه. المثال الذي يليه نمره 2 بيقول لي الاتش اوف تي بدها تساوي الاي اوس 2 تي في ساين 3 تي. بدي احسب لابلاس ترانسفورم الها، فباجي بقول لابلاس للاتش اوف تي او بقول كابتل اتش اوف تي، يبقى هو عباره عن كابتل اتش اوف تي اتش اوف اس كابتل اتش اوف اس بدي يساوي. بدي اجي اطلع على الداله اللي عندنا هذه، بدي لابلاس انها اكسبوننشال في ساين، باجي بطلع في هذول كلهم فيش اكسبوننشال في ساين، لكن في عندي اكسبوننشال في الفانكشن مين ما يكون شكلها يكون، تمام؟ يبقى الفانكشن عندي ميم اللي هي الساين، ايش بيقول لي؟ بيقول لي بدك اللي هي الاف اوف اس ناقص السي، يعني بدي اجي للاف اوف تي اجيب لابلاس ترانسفورم الها وبعد هيك اعمل لها شيفت بمقدار مين؟ بمقدار السي. اذا انا هذه بدي اجي اجيب لابلاس ترانسفورم الها على شقه، لو جيت قلت هذا لابلاس ترانسفورم او هذا كابيتال اف اوف اس، والله بدي اخذ مين؟ بدي اخذ الاف اوف تي اللي عندي، الاف اوف تي اللي هي مين؟ ساين 3 تي، يبقى كابيتال اف اوف اس اللي هو مين؟ 3 على اس تربيع زائد 9، مظبوط؟ الان هذه بدي اروح اعمل لها الشيفت بمقدار قديش؟ بمقدار السي، يعني بمقدار 2، اذا بدي اشيل كل اس واحط مكانها اس ناقص 2، يبقى هذا الكلام بده يساوي 3 على اس ناقص 2 الكل تربيع زائد 9، انتهينا من المسألة. يبقى أنا بمسك القاعدة وبطبق القاعدة حرفيًا.
بدنا نيجي الآن للسؤال رقم ثلاثة. سؤال رقم ثلاثة بيقول لي الـ H of T بده يساوي E أس ناقص 3T في مين؟ في T أس 4. بدي لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة، باجي بطلع اكسبوننشال بالسالب ما عنديش، ماني ما اشترطش لسي تكون هذه موجبة، يعني ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة. يبقى هاي الاكسبوننشال موجود، غطيت الاكسبوننشال، مين بضل الاف اوف تي؟ تي اس 4. يبقى انا عندي الاف اوف تي بده يساوي تي اس 4. لو جبت لها لابلاس ترانسفورم اللي هو كابيتال اف اوف اس، الان بدي لابلاس ترانسفورم لتي اس 4، اعطيتها لكم المره اللي فاتت في الجدول، مظبوط؟ اطلع عندك في الجدول اللي هو ابو 9 نقاط، باجي بطلع على الجدول ابو 9 نقاط، بلاقي عندي النقطة الأولى اللي تي تو ذا باور ان، مكتوب عندك عنوان سم بيزك لابلاس ترانسفورم اللي هو مين عندك تي تو ذا باور ان. طبعا احنا في الامتحان هتجيك الورقة هذه مصورة 18 دالة ولابلاس ترانسفورم لمين؟ لهذه الدوال. يبقى بتوقف الدوري زي ما احنا بندور هيك الان. انا عندي تي تو ذا باور ان، مش بدروح احسبه من اول وجديد، لا بروح على الجدول بلاقي لابلاس ترانسفور اللي مكتوب معاك المره اللي فاتت اول واحده فيهم اللي هو ان فاكتوريال على اس اس ان زائد واحد. يبقى هنا قديش الان عندي يا بنات؟ يبقى هاي 4 فاكتوريال على اس اس 4 زائد واحد، يعني 4 فاكتوريال على اس اس 5. تمام. الحين نيجي هذه للاكسبوننشال في الاف اوف تي، بيقول الاف اوف اس ناقص السي. هذه الاف اوف اس اذا بدي اشيل كل اس واكتب مدالها مين؟ اس ناقص السي. السي عندي هنا بقديش؟ ناقص 3. يبقى اس ناقص ناقص 3 يعني اس زائد 3. يبقى هذا الكلام بده يساوي 4 فاكتوريال على اس زائد 3 كله تو ذا باور 5 بالشكل اللي عندنا هذا. الان بدنا نيجي للاكسرسايزز رقم اللي هو 3 4. بدنا لو كانت الاتش اوف تي هي عبارة عن تي في اي اس 3 تي في كوساين تربيع تي. هذا السؤال اجى في امتحان 2005، تمام؟ طبعا سؤال مش بسيط وبدنا لابلاس ترانسفورم، لان تمسك الليستة من اولها لاخرها بتلاقيش اللي هو الشكل اللي عندي هذا، لكن دبر حالك. باجي بقول لك كوساين تربيع، انا بدي احاول اتخلص منها. ايش كوساين تربيع؟ يبقى هذه هي عبارة عن تي في اي اس 3 تي في نص في واحد زائد كوساين 2 تي، الشكل اللي عندنا هذا. او ان شئتم فقولوا هي نص في تي في اي اس 3 تي زائد كمان نص تي اي اس 3 تي في مين؟ في كوساين 2 تي. طب بدنا لابلاس ترانسفورم لهذه الداله، يبقى هذه الاتش اوف اس بده يساوي نص في لابلاس ترانسفورم للتي في الاي اس 3 تي زائد كمان نص في لابلاس ترانسفورم للتي في الاي اس 3 تي في الكوساين 2 تي بهذا الشكل. يبقى انا بدي لابلاس ترانسفورم لمجموع دالتين وليس لداله واحده، اذا اول خاصيه خاصيه مين؟ اللينياريتي. يبقى اقول كونستانت في لابلاس الها زائد كونستانت في لابلاس للثانيه، اذا هيها نص في لابلاس للاولى زائد نص في لابلاس للثانيه. بدي اجي هذه التي في الاكسبوننشال، يبقى لا زلت مع مين؟ مع الاولى. هذا الاكسبوننشال في مين؟
في ال F of T. يبقى F of T عندنا هنا بمين يا بنات؟ ال T وهي ال exponential. يبقى هنا ال F of T اللي هي الدالة اللي عندنا هذه. يبقى للجزء الأول هذه لابلاس ترانسفورم إلها اللي هو مين؟ واحد فاكتوريال على اس تربيع. تمام؟ طلع عندك برضو من اول خاصية من الخواص تي تو ذا باور ان، هنا الان بقديش؟ واحد. يبقى بطبق اللي هو التسع بعد الست خواص اللي هو صم بيزك لابلاس ترانسفورم اول واحدة فيهم. يبقى الان بواحد، يبقى واحد فاكتوريال على مين؟ على اس تربيع مضروبة في الاكسبوننشال. يبقى بدي اكتب هاي لابلاس للدالة الاف اوف تي جبته، بدي اشيل كل اس واكتب مكانها الاس ناقص السي. السي عندي قديش؟ بثلاثة. يبقى هذا الكلام بده يساوي نص في مين؟ في واحد فاكتوريال اللي هو بواحد على اس ناقص ثلاثة الكل تربيع. خلصنا من زائد نص. واستنى شوي، هذه مش دالتين، ثلاث دوال، لكن واضح. خذ الاكسبوننشال على الشقه اللي بضل هو مين؟ هو الاف اوف تي. يبقى الاف اوف تي عندي في الهامش هيك، اف اوف تي اللي هي تي في كوساين 2 تي. مظبوط؟ تي في كوساين 2 تي. نرجع نشوف الجدول، لان في عندنا تي تو ذا باور ان في اكسبوننشال ولا لا؟ تعال ندور في الخواص اللي عندنا اللي كتبناها. بدنا اللي هي شو نقول؟ تي في الكوساين. يبقى تي في الكوساين، بطلع في الجدول اللي احنا كتبناه، في عندنا كوساين صحيح بس ما فيش فيها تي ولا اكسبوننشال ولا غيره. لكن لو رحت للخاصية رقم أربعة، سبت التسع نقاط، رحت للخاصية رقم أربعة. خاصية رقم أربعة اللي بتقول لي تي تو ذا باور ان في الاف اوف تي، مش بينطبق عليها هذه ولا لا؟ يبقى تي تو ذا باور ان في الاف اوف تي ايش مكتوب عندك؟ اللي هي سالب واحد تو ذا باور ان المشتقة النونية لل F of S. مضبوط؟ مضروبة في سالب واحد to the power N اللي هي الخاصية رقم أربعة. إذا بناء عليه ال F of T مين عندي هنا؟ ها؟ اللي كأنها كوساين. يعني لو سميت هذه، مشان ما غيرش عليك الجواب، بدي أقول هذه G of T. يبقى بتصير هذه هي ال F of T. مضبوط؟ يبقى لما اجي اقول هذه هي الاف اوف تي، بدي الاف اوف اس. يبقى الاف اوف اس في هذه الحاله، الاف اوف اس يساوي الكوساين اللي هي عباره عن اس على اس تربيع زائد أربعة. مظبوط؟ طب هذا ايش بيقول لي؟ بيقول لي ناقص واحد تو ذا باور ان في مشتقه الاف اوف اس. يبقى انا لما بدي الجي اوف اس هيك بده يساوي، بدي اجي على هذه واقول سالب واحد تو ذا باور ان. يبقى هذا سالب واحد اس قديش؟ واحد. في مشتقة مين هذه؟ في دي على دي اس. لمين؟ للاس على اس تربيع زائد أربعة. تمام؟ هذه بدها تساوي هاي السالب برا، وهذه المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام الأصلي بالشكل اللي عندنا هنا. طيب نيجي نكمل، خلي بالكم هنا. هذه يا بنات ناقص اثنين اس تربيع، واس تربيع بضل قديش؟ ناقص اس تربيع، وعندي ناقص برا بضل اس تربيع بالموجب. هذه الاربعة فيش غيرها، وفي ناقص برا بتصير ناقص اربعة. المقام اللي هو الاس تربيع
زائد 4 الكل تربيع. يبقى هذا جي اوف اس يبقى لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة. طيب نرجع لمين؟ لمسألتنا. مسألتنا قلنا الجي اوف تي اللي هي تي في كوساين تي، يعني كأن المسألة هذه زائد نص لابلاس ترانسفورم للإي أس 3 تي في تي في كوساين 2 تي، كأن هذه كلها اللي هي مين؟ الجي اوف تي. يبقى صارت هذه كلها جي اوف تي وهذه إي أس 3 تي. برجع للخاصية له اكسبوننشال في فانكشن، يبقى بدي اجيب لابلاس ترانسفورم لهذه الفانكشن وقد اتيت به، يبقى ضل اعمل له بس ايش؟ بكون حصلت على المطلوب. يبقى هذا بدي اعمل له شيفت بمقدار قديش؟ بمقدار 3. يبقى هذا الكلام زائد نص في الاس ناقص 3 الكل تربيع ناقص 4 على اس ناقص 3 الكل تربيع زائد 4 الكل تربيع بالشكل اللي عندنا هذا. يبقى هذا لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة. دير بالكم يعني هذا ما مش سهل هاي، بس مش انا اللي جبته، حط السؤال الدكتور هشام مهدي. لأليه ما كنتش أنا شريك، كان لحاله في المساق فقام حط السؤال هذا في الامتحان النهائي. طيب ننتقل إلى السؤال اللي بعده، هذه النقطة رقم 4، بدنا نروح للنقطة رقم 5. يبقى النقطة رقم 5 أو السؤال المثال رقم 5 بيقول لي مين؟ بيقول لي الدالة K of T بدها تساوي تكامل من 0 إلى T لساين 2 يو دي يو. خلي بالكم هنا الآن عندنا K of T بده يساوي تكامل من 0 إلى T لساين 2 يو دي يو، بدي لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة. برجع للخواص اللي عندنا، تكامل من 0 إلى T للإف أوف يو دي يو، إيش بيقول لي؟ بيقول لي بتقول لي 1 على إس في كابيتال إف أوف إس، يعني أنت بتاخذ الإف أوف يو بتروح تجيب لها لابلاس ترانسفورم وتضرب في مين؟ 1 على إس. يبقى إحنا الدالة اللي عندنا الإف أوف تي هي الإف أوف يو، أو بدي أسميها الإف أوف تي لساين 2 تي. إذا باجي بقول له في الهامش هنا إف أوف تي بده يساوي ساين 2 تي، بدي كابيتال إف أوف إس اللي هو لابلاس ترانسفورم إلها يساوي، هذه محسوبة معانا وموجودة في التسعة. يبقى هذه 2 على اس تربيع زائد 4. طب هنا ايش بيقول لي؟ بيقول لي بتخليها زي ما هي بس بتضرب في قديش؟ في 1 على اس. اذا كابيتال كي اوف اس اللي هو لابلاس ترانسفورم لهذه الداله يساوي 1 على اس في 2 على اس تربيع زائد 4. انتهينا من المسألة. نماذج الامتحانات اللي صورناهم لكم في نهاية كل نموذج في الورقة المصورة هذه، وستأتيكم إن شاء الله قلت لكم 18 دالة و18 لابلاس ترانسفورم إلهم، وبالتالي كل شيء بيجيكي معك بس تعرف تدور النيات منهم زي ما احنا قاعدين بندور الحين. تمام. طيب هذه نمرة 6، نمرة 5، بدنا نروح لنمرة 6. يبقى نمرة 6 بيقول لي الكي اوف تي يساوي تكامل من 0 إلى T للإكس تربيع إي أس إكس كل مين؟
كله لدي اكس. بدنا نجيب لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة. يبقى باجي بقول له كابتل كي اوف اس بدي يساوي اللي هو مين لابلاس ترانسفورم لتكامل من زيرو الى تي للاكس تربيع اي اس اكس كله بالنسبة لمين الى دي اكس. وين التكامل؟ ما عنديش الا هذا مظبوط. يبقى هذا بيقول لي واحد على اس لمين للدالة اف اوف اس، لكن انا عندي هنا مين اللي هو الدالة للاكس تربيع في مين في اي او 6. يعني كأن النتيجة هذه هي واحد على اس في لابلاس ترانسفورم لمين هذه بقدر اقول له تي تربيع اي او اس تي. مظبوط. طلع هنا بيقول لي بتاخد الدالة هذه وبتجيب لها لابلاس ترانسفورم تضربها في واحد على اس. يبقى هاي ضربت في واحد على اس وهي لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة. ايش شكله الان؟ انا بدي اروح احسبه. يبقى هذا تي تو ذا باور ان في الاكسبوننشال. باجي بطلع عندي تي تو ذا باور في الاكسبوننشال، ما عنديش تي تو ذا باور ان في الاكسبوننشال، لكن لو رحنا على الجدول اللي اعطيناكم اياه المره اللي فاتت تي تو ذا باور ان في الاكسبوننشال رقم 9 مظبوط. يبقى تي تو ذا باور ان في الاكسبوننشال اللي هي مين ان فاكتوريال على اس ناقص اي تو ذا باور ان بلس 1 والان قلنا از اي بوزيتيف انتجر. طبعا هذه رقمها تي تو ذا باور ان في الاكسبوننشال رقمها في الجدول رقم 11 في الجدول اللي حيوزع عليكم هذه، لكن احنا في الخواص رقم 9 بهمنيش انا الرقم، بهمني الداله وين الاقي الداله وكيف اطبقها. يبقى باجي هذه هذا الكلام بدي يساوي واحد على اس لابلاس ترانسفورم لتي تو ذا بارن يبقى ان فاكتوريال. قديش الان عندنا يا بنات؟ يبقى 2 فاكتوريال على مين؟ على اس ناقص الاي. يبقى الاس ناقص الاي اللي هو المعامل تبعي التي يبقى اللي هو واحد، وهنا بقول اس قديش؟ اس 3 بالشكل اللي عندنا هذا، او ان شئتم فقل مضروب 2 اللي هو 2 في 1 ب 2 على اس في اس ناقص 1 الكل تكعيب بالشكل اللي عندنا هذا. النقطة السابعة، النقطة السابعة بدنا الاف اوف تي، بدنا نغير لكم الشكل شوية. بده يعطيني يا اما زيرو لما تي اكبر من الزيرو اقل من باي، يا اما ساين تي ناقص الباي لما التي جريتر ذان باي. بدي لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة المجزأة الى جزئين. باجي بطلع في عندي في هيها موجودة، معمول لها الشيفت، هي معمول لها الشيفت. يبقى هذه الصورة طبق الأصل من مين؟ من المسألة اللي عندنا هذه. يبقى باجي على الخاصية اللي عندنا هذه، تمام؟ خلي بالكم هنا. يبقى باجي على الخاصية اللي عندنا هذه وبدي آخذ لابلاس ترانسفورم إلها. يبقى لابلاس ترانسفورم للإف أوف تي اللي هو مين؟ إف أوف إس. بالشكل اللي عندنا هذا. نيجي لابلاس لهذه الاكسبوننشال كويس. يبقى ايش بيقول لي؟ بتقول لي الاكسبوننشال في الاف اوف اس، يعني بتيجي على الداله هذه وبجردها من السي وبضل بس مين؟ اف اوف تي. يبقى بدي اجي اقول له هذه تساوي اي اس ناقص السي عندي بقديش؟ بباي. وهذه الاس وبدي لابلاس ترانسفورم لساين تي، تمام؟ يبقى انا بطبق الخاصيه رقم 5 داله مجزاه بالشكل هذا.
يبقى اكسبوننشال المعامل تبع الاس اللي هو مقدار الشيفت اللي عندنا مقدار السي. يبقى هذا اي اس ناقص باي اس. في الاف اوف اس بتيجي تجيب لابلاس للداله هذه بدون سي، يبقى هاي لابلاس هذه للداله بدون شيفت. تمام؟ اذا النتيجه تساوي اي اس ناقص باي اس لابلاس ترانسفورم للساين اللي هو 1 على اس تربيع زائد 1، لان المعامل تبع التي هنا 1، يبقى انتهينا منها. او ان حبيت تقولي اي اس ناقص باي اس على اس تربيع زائد 1 ما في مشكله، هذه والله هذه نفس الشيء. لكن يا بنات احيانا في المساله بيجي الشيفت زي هيك، انت بدك تخلقي شيفت في المساله انت لوحدك مشان نقدر نطبق مين هذه الخاصيه. زي ايش مثلا؟ خذي لك السؤال رقم 8. يبقى 8 بيقول لي الاف اوف تي بدي يساوي احد امرين، يا اما زيرو لما تي اكبر من زيرو اقل من 1، يا اما تي تربيع لما تي جريتر ذان 1. بدي لابلاس ترانسفورم لهذه الداله. مشكله ليش؟ صحيح داله مجزاه الى جزئين زي ما هي عندنا، بس هذه معمول لها شيفت وهذه مش معمول لها شيفت عند الواحد. يبقى مشان اقدر اطبق هذه الخاصيه بروح انا بدي اعمل لها شيفت عند الواحد. اقول كويس، هذه مشان نعمل لها شيفت بدها تبقى تي ناقص 1 الكل تربيع. طب تي ناقص 1 الكل تربيع اللي هي تي تربيع ناقص 2 تي زائد 1، يعني بقدر اقول هذه على الصيغه 0 لما تي اكبر من 0 اقل من 1 تي تربيع ناقص 2 تي زائد 1. هذه الداله هي هذه الداله؟ لا، اللي رحت ضفته بدك تروح تطرحه. يبقى باجي بقول له زائد 2 تي ناقص 1 وتي اكبر من الواحد. عملت حاجة؟ لا. يبقى ناقص 2 تي هي زائد 2 تي، زائد 1 هي ناقص 1، يبقى اضفت 0. يبقى انا ما غيرتش ولا حاجة من هنا. تفضلي. عن الشفت عندي شايف الواحد هذا؟ مظبوط؟ سألت قلت لك هذه مشان يكون لها شيفت عند الواحد بتبقى تي ناقص 1 الكل تربيع، صح؟ تي ناقص 1 الكل تربيع مين هي؟ اللي هي تي تربيع ناقص 2 تي زائد 1، يبقى بلزمني ناقص 2 تي زائد 1، يبقى رحت اضفت ناقص 2 تي زائد 1، اللي اضفته بدي اروح اطرحه، يبقى بصير زائد 2 تي ناقص 1، واضحة؟ طيب حدا بتسأل تاني؟ لسه ما كملناش، لسه في كمان لعبة تانية مش عقد هيك. ها؟ تي تربيع لحال ناقص 1 بتكون جبتي صيغة الشفت اللي عندك هذا؟ أنا بدي تي تربيع ناقص 2 تي زائد 1، لأنه هذه عبارة عن تي ناقص 1 الكل تربيع، مش تي تربيع ناقص 1، بدي تي ناقص 1 الكل تربيع. هتصير كلامي صحيح؟ بكون فعلا عملنا الشفت لمين؟ للدالة اللي عندنا هذا، مش تي تربيع ناقص 1 هذا هو الشفت. لا مش هيك، هذه بتكون تي ناقص 1 الكل تربيع. تمام؟ طيب يبقى المسألة هذه صارت على الشكل التالي. الاف اوف تي لا زالت تساوي يا اما زيرو لما تي اكبر من زيرو اقل من 1، هذه يا بنات اللي هي مين؟ اللي هي تي ناقص 1 الكل تربيع. بضلوا هذول، هل هذول جابوا لي شيفت؟ هذه صارت شيفت. تمام، هذه لا تزال فيها مشكلة. لكن لو كانت هذه 2 لصارت قصتي محلولة. يبقى معناته بدي أطرح 1 وأضيف 1 تبقى انحلت المشكلة، صحيح ولا لا؟ يبقى هذه ايش بتصير؟
يبقى زائد 2 تي ناقص 2 زائد 1. يبقى ايش عملت؟ ضفت 1 سالب و1 موجب، وبالتالي مشكلتي انحلت، وبالتالي هذا الكلام لما تي اكبر من الواحد. يبقى الشكل الجديد للدالة هو زيرو، وهنا لما تي اكبر من زيرو اقل من واحد، هذا تي ناقص 1 الكل تربيع. هنا لو اخذت 2 عامل مشترك بضل عندي تي ناقص 1، وهنا زائد 1، وهنا تي اكبر من الواحد. يبقى هذه الدالة معمول لها شيفت الان، مظبوط؟ يبقى صار الدالة هذه تكافئ الدالة الاصلية، بس معمول لها الشيفت تماما وبدون اي مشكلة، كلام سليم 100%. يبقى الدالة اذا مش معمول لها شيفت، انت بدك تعملي لها شيفت. طب شفت على اعمل بمزاجي؟ لا، انت مقيدة بالرقم اللي عندي. يعني انا بدي اطلع الرقم اللي عندي يكون وين في المسألة، او الشيفت بمقدار هذا الرقم. يبقى عملنا هذا الشيفت. اذا برجع بقول هاي الدالة ومعمول لها شيفت، يبقى الاكسبوننشال في لابلاس ترانسفورم للدالة. اذا بدي اجي للدالة الاصلية اللي عندنا. مين تقدر تقول لي مين هي الدالة الاصلية اللي عندنا هنا يا بنات؟ جي اوف تي تساوي ايش؟ الدالة هذه قبل الشيفت. مين الدالة هذه قبل الشيفت؟ تي تربيع. ايوه، زائد 2 تي زائد 1، يعني شلت الشيفت اللي عندي. يبقى هذه الدالة بدي لابلاس ترانسفورم إلها، بروح بقول له يبقى الجي اوف اس يساوي تي تربيع اللي هي 2 فاكتوريال على اس تكعيب، مظبوط؟ وهنا زائد 2 في 1 فاكتوريال على قديش؟ على تي على اس تربيع، على اس تربيع، وهذه 1 لـ1 على اس، تمام؟ 1 على اس بالشكل اللي عندنا. يبقى هاي جيب جي اوف اس ايش بيقول لي؟ هاي الداله اكسبوننشال في الاف اوف اس. يبقى هذه بدي اضربها بس في الاكسبوننشال. الاكسبوننشال قديش مقدار السي في مسألتي هذه؟ 1. يبقى بصير عندنا هنا كابيتال اف اوف اس بده يساوي اللي هو مين؟ اللي هو اي اس سالب اس، لانه السي عندي بقديش؟ بواحد. في مين؟ في 2 على اس تكعيب زائد 2 على اس تربيع زائد 1 على اس. يعني القضية مش سهلة، مش تطلع بس ارسم رسم، بك الشغل مخك حتى توصل للصيغة ومن ثم ترسم رسم. طيب، كان هذا هو السؤال الثامن، بدنا نروح للسؤال التاسع. السؤال التاسع بيقول ما يأتي؟ find Laplace. غالبهم أسئلة في الكتاب، ديري بالك هذول، يعني ما جيبش من عندي، غالبهم أسئلة من أسئلة التمرين. يبقى find Laplace transform for المشتقة الرابعة لإف، المشتقة الرابعة لإف إذا كان الإف أوف زيرو بده يساوي 2، الإف أوف زيرو بده يساوي 2، والإف برايم أوف زيرو بده يساوي الإف دبل برايم أوف زيرو بده يساوي الإف تريبل برايم أوف زيرو
بده يساوي قديش؟ بده يساوي زيرو. طيب خذي بالك هنا، الان انا بدي سوليوشن، بدي لابلاس ترانسفورم لمين؟ للمشتقة الرابعة as a function of t، as a function of t. بدليل الخاصية السادسة اللي عندنا اللي بعد هذه، تمام؟ يبقى باجي بقول له هذه تساوي اس اس قديش؟ اس اس 4. طلع عندك خاصية السادسة. طبعا هذه في الملزمة يا بنات في الصورة موجودة آخر واحدة رقم 18 تحت، يعني حتجيك في الامتحان جاهزة معاك، كويس؟ يبقى هذه اس اس 4 في مين؟ في كابيتال اف اوف اس ناقص استكيب في الاف اوف زيرو ناقص استربيع في الاف برايم اوف زيرو ناقص اس في الاف دبل برايم اوف زيرو ناقص الاف دبل برايم اوف زيرو ناقص الاف تريبل برايم اوف زيرو. هيك مكتوب معاكي خاصيه رقم 6 مظبوط. يبقى احنا طبقنا حرفيا النتيجه تساوي اس اس 4 زي ما هي في كابيتال اف اوف اس ناقص اس تكيب الاف اوف زيرو معطى بقديش؟ باثنين. اظن الباقي ناقص زيرو ناقص زيرو ناقص زيرو كله مره واحده. يبقى النتيجه تساوي اللي هي مين؟ اس اس 4 في كابيتال اف اوف اس ناقص 2 اس تكعيب بالشكل اللي عندنا هذا. طبعا لو كنت بعرف ما هو شكل الاف كان ايش؟ كان حسبتها لي، ما بعرفش خلاص خليها زي ما هي هيك. على هيك انتهى هذا السكشن. اليكن ارقام المسائل، يبقى هيها بدي اكتبها لك فوق، يبقى بدي اجي لاكسرسايزز 9-3 المسائل اللي هو 2 و3 3 بدي اخذ سي واي واف واتش وسؤال 4 وكذلك سؤال 5. بدي انتقل الان الى سكشن 9-4 اللي هو معكوس لابلاس ترانسفورم اللي هو الانفرس ترانسفورمز. بدي اروح اعطيها ديفينيشن ونشوف كيف بدنا نطبق هذا اللي هو الديفينيشن. يبقى الديفينيشن بيقول ما ياتي. ديفينيشن اف لابلاس ترانسفورم للاف اوف تي بده يساوي كابيتال اف اوف اس ذن لابلاس انفرس للاف اوف اس لابلاس انفرس للاف اوف اس بده يساوي اللي هو الاف اوف تي از كول هذا اللي هو بنسميه ذا انفرس لابلاس ترانسفورم لابلاس ترانسفورم اوف ال اند وي رايت اند وي رايت بنروح نكتب انه لابلاس انفرس للاف اوف اس
لابلاس انفرس للاف اوف اس بده يساوي اف اوف تي اف اند اولي اف لابلاس للاف اوف تي بده يساوي مين اللي هو الاف اوف اس. نطرح السؤال التالي هاو تو فايند كيف بدنا نوجد لابلاس انفرس لمين للكابيتال اف اوف اس. هذا هو السؤال. الإجابة الخطوات التالية الانسر بدنا نعمل الخطوة الأولى يوز بارشل فراكشنز استخدم القصور الجزئية نمرة 2 يوز ذا تيبل الجدول اللي اعطيناكم اياه المرة اللي فاتت of some basic Laplace transforms in section 9-3. نمرة 3 use the linear property of الانفرس. يعني زي ما لابلاس ترانسفورم له خاصية اللينيارتي فكذلك معكوسه له خاصية اللينيارتي. يبقى اكزامبل 1 find the function f of t that is for والله f its Laplace transform is. ال f of s بده يساوي 1 على s في s زائد 2 الكل تربيع. مرة تانية يا بلاد، تعريف الانفرس لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم لو كان الدالة اف اوف تي يساوي اف اوف اس يعني اكزيس، يبقى ذن لابلاس انفرس لهذه الدالة كذلك اكزيس، وشكله بيعطيني مين الدالة الأصلية قبل ما ناخذ لها لابلاس ترانسفورم. هذا اللي هو بسميه الانفرس لابلاس ترانسفورم. بصيغ السطرين مرة ثانية بقول له لابلاس انفرس للاف اوف اس بده يساوي اف اوف تي اذا كان لابلاس للاف اوف تي هو عبارة عن مين؟ اف اوف اس. بهمنا التطبيق العملي، كيف بدي احسب اللي هو مع لابلاس معكوس لابلاس ترانسفورم لدالة ما. يعني لو معطيني الدالة بدلالة F of S يعني معطيني لابلاس ترانسفورم لدالة ما، هل بنقدر نجيب الأصل ولا لا؟ هو هذا الموضوع تبع هذا السكشن. بقول لي مشان نجيب الأصل بدك تتبع ثلاث خطوات. خطوة الأولى بدك تعمل partial fractions، ممكن ما اقدرش اعمل partial fractions احيانا، يبقى دبر حالك من خلال المثل اللي قدامك وساعطيك بدل المثال 2 على ذلك بعد قليل ان شاء الله. الثاني يوز ذا تيبل اوف بيزك، يبقى بدي ارجع للجدول اللي قلنا بيجيك في الامتحان. نمره 3 بدي استخدم خاصيه او الخاصيه الخطيه للابلاس ترانسفورم ومعكوس لابلاس ترانسفورم. اول مثال قال لي هات لي الداله اف اوف تي للابلاس ترانسفورم الها معطى،
بقول له كويس، باجي بطلع لو رحت على الجدول بلاقيش ولا واحدة بالشكل هذا. يبقى أول خطوة ايش بدي ايه؟ بدي أفصلهم عن بعض. مشان أفصلهم عن بعض بدي أجي أقول هذا الكلام يساوي، بدي أعمله لبلاس ترانسفورم تبع كالكولاس بي. يبقى باجي بقول له هذا جوس اللي هو اس، وهذا مين؟ جوس تاني. هذا الجوس مكرر قديش؟ مرتين. إذا بدي أقول اس زائد اتنين، وبدي أعمل كمان جوس اس زائد اتنين الكل تربيع. هذا من الدرجة الأولى بقول ايه، هذا من الدرجة الأولى بقول بي، هذا من الدرجة الأولى ومكرر بقول سي. تمام؟ طيب إذا بدي أروح أوجد الأي والبي والسي. مشان أوجد الأي والبي والسي باجي على الترم اللي عندنا هذا هيك كله من الأول للآخر بضربه في هذا الرقم مشان أتخلص من مين؟ من الكسور. يبقى لو ضربته في هذا الرقم بضل الشمال قديش؟ واحد، واليمين A S زائد اثنين الكل تربيع، وهنا زائد B S في S زائد اثنين، وهنا زائد C في S. مظبوط؟ يبقى هذه لو جيت فكيتها بدها تصير على الشكل التالي، واحد تساوي اللي هو الـ AS تربيع زائد 4AS زائد 4A، فكيت القوس وضربت فيه A، زائد BS تربيع، BS تربيع زائد 2BS زائد 2BS، وآخر ترم زائد CS CFS. يبقى هذا الكلام بده يساوي هذه عندك تربيع وهنا تربيع، يبقى A زائد B في الاس تربيع، وعندك هنا زائد 4A في الاس، وهذا كله في اس وهذا كله في اس، يبقى 4A زائد 2B زائد C كله في الاس، ولم يبقى عندي إلا مين؟ 4A كله بده يساوي واحد. بنعقد مقارنة ما بين الطرفين، يبقى الـ A زائد الـ B يساوي قديش؟ زيرو، لأن ما عنديش على الشمال S تربيع. كذلك عندي 4A زائد 2B زائد C يساوي زيرو، ما عنديش S. الكونستانت هذا هو الكونستانت هذا، يبقى 4A يساوي واحد، يبقى الـ A تساوي ربع. لما الـ A تساوي ربع يبقى B تساوي سالب ربع. ناخذ المعلومات هذه ونيجي نعوض بها في المعادلة هذه. يبقى لما أضرب 4 في ربع بضل هنا قديش؟ واحد، وهنا ناقص 2 في ربع اللي هو بنص وزائد سي، يبقى هذا بده يعطيلك انه سي يساوي واحد ناقص نص بضل زائد نص، ودي على الشقة الثانية بصير سالب نص. يبقى أصبح شكل الـ F of S على الشكل التالي، الـ A بربع على S، تمام؟ والـ B بسالب ربع، يبقى سالب وهذا الربع على S زائد 2، والـ C اللي هو بنص يبقى ناقص نص على S زائد 2 الكل تربيع. تعال نشوف هذه، هذه بقدر أقول ربع في واحد على S ناقص ربع في واحد على S زائد 2، وهنا ناقص نص في واحد على S زائد 2 الكل تربيع. الواحد هذا يا بنات بقدر أقول هي واحد فاكتوريا، في مشكلة؟ واحد والواحد فاكتوريا المهي واحد، يبقى هذه واحد فاكتوريال بالشكل اللي عندنا. الآن أنا بدي الدالة الأصلية، يبقى F of T الدالة اللي بدي إياها هي لبلاس إنفرس لمين؟ لكابتل F of S.
الاف اوف تي هي لابلاس انفرس للاف اوف اس، يعني معناته بدي اخذ لابلاس انفرس لكل طرف من هذه الاطراف الثلاثه، يبقى هذا الربع في لابلاس انفرس للواحد على اس ناقص ربع في لابلاس انفرس للواحد على اس زائد اثنين ناقص نص في لابلاس انفرس للواحد فاكتوريال على اس زائد اثنين الكل تربيع. يبقى الاف اوف تي اللي انا بدي اياها بده يساوي ربع، بدي اجي لواحد على اس، هذه لابلاس تبعت مين؟ اذا لابلاس انفرس لواحد على اس بدي ارجعها لاصلها، اصلها مين؟ واحد صحيح. يبقى هذه في واحد صحيح، وهنا ناقص ربع. ها واحد على اس زائد اثنين، هذه لابلاس تبعت مين؟ اي اس. طلع في الجدول اللي عندك، يبقى ناقص اثنين تي، يبقى هذه الاي اس ناقص اثنين تي، وهنا ناقص نص. نيجي للي عندنا، هذه اطلعي لي في الجدول اللي عندك، انا في الجدول اللي عندي، هذه في الجدول اللي عندي اللي هي مين؟ فاكتوريال اللي هي رقم 11، اعتقد عندك رقم 9. رقم 9 في التسعة لابلاس ترانسفورم سكشن 9 3، اخر واحدة التاسعة اللي عندك ان فاكتوريال على اس ناقص اي تو ذا باور ام زائد واحد لمين؟ تي اس ان اي اس اي تي، يبقى هذه اصلا، يبقى تي اس ان بقول له هاي تي، الان عندي بقديش؟ واحد، يبقى تي فقط لا غير، والاكسبوننشال اي والاي هنا بقديش؟ بناقص اثنين تي. يبقى هذه الشكل الدال اللي هو مين؟ اللي هو بده اياه، تمام؟